طيب خليكي معايا هند، عشان انا معايا المحامي بتاعك الاستاذ طارق العوضي. مساء الخير يا استاذ طارق. مساء الخير يا استاذه رنين. يعني اولا مبروك وبحييك وبشكرك، لانك انت ما جبتش حق هند، بس انت طبعا مش عايزه احيي المحكمه لانه المحكمه يعني لا تحيا ولا تلام، ولكن انا بحييك لانك جبت لنا حق ستات كتير جدا، جبت لنا حقنا كلنا الحقيقه يا استاذ طارق. طب هو بس انا عايز اوضح بس مع الاصحح معلومه، ان هو بعد صدور الحكم يجوز اننا نوجه التحيه للمحكمه. طب خلاص يبقى نوجه تحيه للمحكمه اكيد يعني. لان لو ان هناك بطل حقيقي فيها في هذه طبعا المعركه اللي استمرت لمده سنه، تبقى النيابه العامه بتحقيق امتازه بالمهنيه الشديده جدا وبالحرفيه وتجميع ادله ثبوت ضد المتهم، خصوصا ان احنا قدام واقعه هتك عرض ما فيهاش تقرير طب شرعي، ما فيهاش تصوير تم بكاميرات، فكنا امام التحريات واستدعاء صاحب التوك توك اللي شهد بان المتهم كان معاه التوك توك في هذه الفتره رغم انكار المتهم. فالحقيقه النيابه العامه ادت اداء راقي جدا في هذه القضيه، ثم من بعدها قامت محكمه الجنايات 23 جنايات حلوان صراحة بأنها أعطت للمتهم يعني كل فرص الدفاع اللي طلبها الدفاع الحاضر عنه، ثم أصدرت هذا الحكم. أنا يعني يهمني جدا في هذا الحكم أنه بيحمل ثلاث رسائل مهمة جدا، وهي دي ده الذي يعنيني من الحكم. الرسالة الأولى هو رسالة لكل بنت مصرية أن تتمسك بحقها وألا تعقها أو تمنحها دعاوى أن سمعتك يا بنتي واسمك يا بنتي، ولا تمسكي بحقك فتحصلي على حق. ثقي ان في هذا الوطن قضاه قادرون على ان يحصلوا على حقك وان يردوا اليك اعتبارك، ولا تستمعي لدعاوى الاحباط وكل الاحاديث النظاميه التي تربينا عليها جميعا للاسف. هند قدمت نموذج مختلف تماما وتعرضت في خلال السنه دي لكم من الضغوط، لدرجه انها كتبت مقاله وقلت فيها على هند ان تتنازل، وشرحت فيها جوه الضغوط اتعرض ليها هند وكان مطلوب منها واخرها النهارده الصبح كان في محاوله اعتداء عليها من اهل المتهم، بدل ما يجوا يعرفوا يطيبوا خاطرها وحقك علينا يا بنتي وما تزعليش، لا حاولوا يعتدي عليها اثناء وجودها امام باب المحكمه، وكان يعني مطلوب منها انها تتحمل كل هذه الاعتداءات وكل هذا القهر، لان المجتمع للاسف الشديد ينظر دائما الى المراه نظره دونيه وان هي الغلطانه وان هي اللي لابسه وهي وهي وهي. حتى محامي هو بيكلمني قلت له طب يا سيدي ايه رايك في شنه بتاعت المنصوره اللي عندها 18 شهر كانت لابسه ايه عشان خاطر الراجل يغتصبها؟ فيا جماعه لا، دي حاجه دي الرساله الاولى، ان كل بنت عليك ان تتمسكي بحقك وعليك ان تذهبي الى قسم الشرطه وعليك ان تجمعي ادلتك وتتمسكي بحقك ولا تتخضعي لاي ضغوط او ابتزاز يتم. الرساله الثانيه هي رساله الى كل من تسول له نفسه استباحه جسد بناتنا في الشارع، او حتى ولو بمجرد النظر، لان ربما تكون هناك نظره تعري المراه رغم عنها بشكل معنوي، ان الموضوع مش بسيط يا شباب، الموضوع خطير جدا. واديكم شفت اهو حاله قدامكم، هذا المتهم حصل على حكم. على فكره الخمس سنين مش اقصى عقوبه، الاقصى عقوبه في الجريمه هي 7 سنين، لكن المحكمه يعني استخدمت مع اللي هو العقوبه الوسطى هي من 3 ل7، فديته 5 سنين سجن. اديكم شفتوا هذا الشاب اللي كان لسه مخلص جيش وكان المفروض ان هو خاطب وهيتجوز، مجرد ان هو عمل هذا الفعل تعرض لعقوبه 5 سنوات سجن بحكم نهائي، يعني هو الان ينفذ هذه العقوبه. الرساله الثالثه هي رساله لينا احنا كاباء وكامهات، ان هم يكونوا دعم الاسره المصريه، عليها ان تكون دعم لبناتها، وعليهم الا يخضعوا لابتزازات الجيران والاقارب. يعني هند اقاربها كانوا بيتكلموا مع ابوها ان بنتنا وسمعتنا وهيطلع علينا كلام وهيتقال علينا حاجات، لكن بصراحه الاسره قدمت دعم معنوي لهند في هذه القضيه الى ان حصلت على هذا الحكم. فهي رساله للاسره المصريه، ادعموا بناتكم، ما تحسسهمش ان هم درجه تانية، مواطنين درجه تانية، او انها ضعيفه ومش هتستحمل، او ان عليها ان تقبل هذا القهر، وان عليها ان تقبل العبث بجسدها، وان عليها ان تقبل تلك الاستباحه القذره وفي قارعه الطريق وفي الشارع وامام الناس كلها. لا، هندعم بناتنا وهنقف جنبهم وهنقويهم وهنبقى ظهرهم وسندهم وهنتمسك بان احنا نجيب حقهم، لان البديل هو غياب دوله القانون وسياده دوله الغاب.
صح. البديل ان انا لما بنت تتعرض ان انا اروح امسك سلاح وانزل اموت. لا، او انه البديل هو الشارع غير المنضبط اللي الست تخاف تمشي فيه في اي وقت، وده مش دي مش مصر. انا الحكم يوجه ثلاث الثلاث الى البنات والى الشباب والى الاسره المصريه، وانا عشان كده لازم اختم هذه. طب واسم القاضي كان ايه يا ماتر لو فاكر؟ لا مش فاكر للاسف. طيب. اسم. طب عموما انا لازم بس احيي طبعا هي الدايره 23 جنايات، دايره 23 جنايات القاهره، لازم احييها كلها بكل طبعا بقضاتها. وبحييك استاذ طارق العوضي. هند، تحبي تقولي حاجه في نهايه هذه الفقره؟ عايزه اقول يعني اشكر كل الناس اللي ساعدتني طبعا، واولهم استاذ طارق العوضي، انه اتعامل معايا مش مجرد قضيه، لا هو اتعامل معايا كانه اخ او كاني بنته. حس ان هو بنته وارد تتعرض للموقف ده، طبعا ربنا يحميها يا رب. اتعامل بفكره ان هو اب، ما اتعاملش فكره ان هو محامي، هو عمل سبورت ليا، ده اب مصري بجد يعني. عايزه اشكر كل الناس اللي كانت موجوده معايا من الدفاع اللي مع استاذ طارق، يعني كل الناس دي جمايلها على راسي من فوق. والحقيقه انه يعني هذا الحكم فعلا هو حكم مهم وتاريخي، والثلاث رسائل اللي قالهم طارق العوضي رسائل مهمه جدا لكل بنت. ما تتنازليش عن حقك، محدش يمد ايده عليكي، محدش يبصلك بصه مش لطيفه، محدش يقولك حاجه انت مش عايزه تسمعيها، ده تحرش. القانون بيدي من 3 سنين او من 2 سنين ل7 سنين من حقك ان انت تدافعي عن نفسك. الاسره ارجوكم ما تكسروش مقاديف ولادكم، ارجوكم ما تكسروش مقاديف البنات، ما تحسسوهمش ان هم ضعاف، البنت تقدر تاخد حقها. وللشباب نحترم نفسنا بقى، يعني مش عايزه اقول لك اختك وبنتك ومراتك، نحترم نفسنا، خلونا مجتمع محترم. احنا لو ما احترمناش المراه في هذا المجتمع يبقى احنا مجتمع غير محترم. القانون اخيرا، في شباب هيضيع عمرها ويضيع سنين كتير من عمرها بسبب ايه؟ مده ايد، شغل يعني عايز تبقى كول كده، عايز تبقى واد صايع، ده هتخش بيه السجن. نحترم نفسنا بقى، ونحترم الست المصرية اللي ماشية في الشارع رايحة شغلها، ولا ماشية رايحة ماشية في أي ماشية في الشارع. نحترم نفسنا ونحترم بعضنا البعض. مبروك لهند، ومبروك لكل النساء المصريات على 5 سنين اللي خدهم هذا السائق المتحرش.